العاشرة بتوقيت بغداد. لهذه الليلة نقدمها لكم أنا تارا البكري وعمر محرف. تحية لك تارا. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين: تحقيق بتسريب صوتي مسجل عن خطة لإسقاط الرئاسات الثلاث، انتهاك صريح للدستور والقانون إذا ثبت صحته. لا دماء ولا خطف أو اغتيال، الصدر يخاطب أنصاره استعدوا للانتخابات ويدعو الحكومة للإيفاء بالوعد الانتخابي. إديالا مرة أخرى: تعزيزات عسكرية عاجلة إثر هجمات بهرز وجلولاء والمقدادية، والكاظمي يحذر من التأثير سياسيا على ملفها الأمني. البرزاني معلقا على قانون الاقتراض: حصة كردستان من الواردات حق لا هبة، وهناك فرصة لتصحيح الظلم. وين المشاتي؟ وين هذا الحشي؟ وين الطاب؟ وين شو ما افتهمنا؟ بلد منو جاي يبيع بيه؟ ما نعرف. مافيات الأراضي تقضم أجزاء من مناطق العاصمة، عمليات بغداد تنفي علمها بعملية إخلاء الدور قسرا. الخنازير البرية تهلك الحرثة وتقتل النسل، صلاح الدين في صدمة بعد افتراس طفل بعمر 3 أعوام. أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل: أعلنت مصادر أمنية في بغداد عن بدء التحقيق في انتشار تسريب صوتي مسجل وخطة مبيتة لإسقاط رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، وهو ما يتعارض مع الدستور والمعايير القانونية إذا ثبت صحته. أضاف المسؤول الأمني الرفيع الذي رفض ذكر اسمه بعد ظهر اليوم لوسائل إعلام محلية إنه إذا صح ما ورد في التسجيل الصوتي فإن ذلك يعتبر انقلابا على الدستور وإخلالا بالمعايير الديمقراطية وتداول السلمي للسلطة. وقال المسؤول الأمني الرفيع إنه لا أحد فوق الدستور والقانون أيا كان منصبه الحالي والسابق، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل مسؤولين حاليين وسابقين إذا صح التسجيل الصوتي. بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي ملف النازحين والعودة الطوعية إلى ديارهم وجهود المجتمع الدولي في إنهاء هذا الملف. وأكد السفير البريطاني بحسب بيان لمكتب الحلبوسي دعم المملكة المتحدة لاستقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية في العراق، وضرورة توحيد الرؤى والحوار بين القوى السياسية لمواجهة التحديات وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى موعد الانتخابات المبكرة. كما ناقش اللقاء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وأهمية تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد العراقي. في غضون ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة والشروع بالاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية. وقال بيان للرئاسة العراقية إن صالح أكد خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أهمية تنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها من أجل أن تعكس الانتخابات المقبلة خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب. ودعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة إلى الإيفاء بوعودها بأجراء انتخابات مبكرة، مشددا على أن العزوف عنها هو بيع للعراق وإعطاؤه على طبق من ذهب لأتباع الخارج. وحذر الصدر من هجمتين إحداهما خارجية والأخرى داخلية تحاولان شق صفوف التيار قبل كل انتخابات. وأوضح أن الهجمة الخارجية تتمثل بوضع الخطط وتوزيع الأموال وتحشيد الجيوش ضد التيار لإبعاده عن
إكمال مشروعه الإصلاحي أو محاولة تحجيمه والضغط عليه. أما الهجمة الأخطر فهي من داخل التيار، حيث تتصاعد الانشقاقات وتتعالى أصوات من وصفهم بالمرجفين. الشرقية نيوز برؤية جديدة. تحقيق بتسريب صوتي مسجل عن خطة لإسقاط الرئاسات الثلاث، انتهاك صريح للدستور والقانون إذا ثبت صحته. نرحب الآن بضيوف هذا الحصاد، كل من السيد بدر الزيادي النائب عن سائرون، وأيضا السيد كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية للائتلاف الوطني. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ مع السيد بدر. سيد بدر، نتحدث عن الانتخابات المبكرة اليوم. السيد الصدر في بيانه أشار إلى ضرورة أن تستكمل الحكومة المستلزمات الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة. هل لديكم شك من إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا عندما حدد السيد رئيس الوزراء أنه 6/6 هو تاريخ إجراء انتخابات مبكرة، فدعا سماحة السيد القائد مقتدى الصدر حفظه الله إلى إجراء هذه الانتخابات بوقتها المحدد، وطلب من الحكومة أن تقوم بإكمال كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والإدارية، بالتالي حتى لا نعطي فرصة لا تجل الانتخابات إلى فترة أطول. وعندما دعا في نفس الوقت إلى جماهيرنا التيار الصدري بالتهيئة لهذه الانتخابات، أنتم تعلمون يعني سابقا سماحة السيد لم يطلب أو يتدخل بالانتخابات، لكن هذه المرة طلب من قاعدة التيار، بل طلب من كل العراقيين التهيئة لهذه الانتخابات حتى تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة وكل المواطنين يشتركون بها، حتى يستطيعون اختيار من يمثلهم في الدوائر التي تم التوافق عليها والتصويت عليها في قانون الانتخابات. وبالتالي أكيد هذه الانتخابات لها تأثير إيجابي عندما تكون المشاركة كبيرة من أبناء الشعب العراقي. نتمنى أن تكون هناك نسبة عالية من 80% إلى 90% حتى يستطيع المواطن اختيار من يمثله تمثيلا صحيحا، وهذا الذي طلبه سماحة السيد. طبعا اليوم احنا كأبناء التيار اكيد مهيئين لإجراء الانتخابات في اي وقت حتى لو كان قبل 6/6، لان انتم تعلمون لدينا قواعد ثابتة وتستطيع التحرك بسرعة، اضافة الى جماهيرنا ومحبينا وانصارنا للتهيئة لهذه الانتخابات. الهدف من هذا اجراء هذه الانتخابات لإعادة الثقة بين المواطن وبين من يمثله تمثيلا صحيحا، حتى ان يمكن ان نختار حكومة يستطيع الشعب ان يحترمها ويحترم كافة الأوامر التي تصدرها، ونقضي على الفوضى التي تحدث بين فترة وأخرى في المحافظات، لأنه اليوم أكيد المواطنين عندما خرجوا بتظاهرات سلمية وطالبوا بقانون انتخابات، هذا القانون طبعا تم التصويت له، وأكيد عندما طلبوا انتخابات مبكرة حدد تاريخ الانتخابات، لكن هناك مهمة كبيرة على مجلس النواب هي المحكمة الاتحادية. يجب على مجلس النواب الأسابيع القادمة أن ننهي موضوع المحكمة الاتحادية، لأنه بدون المحكمة الاتحادية لا يمكن إجراء أي انتخاب. نعم، أرحب مرة أخرى بالسيد كاظم الشمري. إذن سيد كاظم، أنتم كائتلاف الوطنية هل لديكم مخاوف من تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها في موعدها المحدد؟
نعم، تحية لك ولكما وللضيف الكريم والمشاهدين. يعني حقيقة احنا رغم تحفظ ائتلاف الوطنية وهذا التحفظ الذي أعلناه مسبقا فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، ومؤدى هذا التحفظ يقوم على أساس أنه هناك جهات سياسية أنيط بها مهمة توزيع الدوائر الانتخابية، وهذه الجهات السياسية حقيقة بهذا الوضع يعني نسأل أنه من الذي خولها أن تقوم بتوزيع الدوائر الانتخابية دون غيرها، بالوقت الذي نتسابق نحن جميعا في العملية الانتخابية في المرحلة القادمة. وهذا الأمر حقيقة يعني بحد ذاته وضع علامات استفهام كثيرة على طبيعة توزيع هذه الدوائر، لأنها وزعت على المقاس الحزبي لبعض القوى السياسية، وهذه القوى تفردت باتخاذ القرار دون غيرها، حيث فكرت بالنيابة عن الآخرين وقررت بالنيابة عنهم. أقصد الآخرين هم الشركاء السياسيين يعني والكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب. لذلك حقيقة الوطنية تحفظت على هذا الإجراء وطالبت بأن يقوم بتوزيع هذه الدوائر هي مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة. هذا هي الخطوة الأولى أو اللمحة الأولى في أنه الانتخابات لن تكون انتخابات شفافة، لأنها وزعت أو لأن الدوائر وزعت على مقاسات بعض الكتل السياسية أو القوى السياسية. لذلك هذه النقطة احنا نعلنها الآن، ويعني بودنا أنه يتم إعادة النظر بهذه الطريقة، وأن تقوم مفوضية الانتخابات ذاتها بتوزيع هذه الدوائر، لأنها يفترض فيها الاستقلالية ويفترض فيها الحيادية. طيب، وهذه الوهلة الأولى في أنه الانتخابات لن تكون شفافة، إضافة إلى أنه هناك موضوع التصويت البيومتري والتصويت الإلكتروني. كنا نتمنى وحقيقة طرحنا هذه الفكرة على الأخوة أعضاء مجلس النواب في أن يتم تعديل هذه المادة ويتم حصر التصويت بالتصويت البيومتري فقط، لكن إصرار بعض القوى السياسية على المضي بالتصويت، وأنه بعد ما يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يتم بعد ذلك جمع تواقيع لتعديل القانون. يعني حقيقة هي يعني محاولات لوضع عراقيل أمام أن تكون الانتخابات انتخابات نزيهة وانتخابات شفافة وانتخابات حقيقة تحقق بعض النزاهة. إحنا ما رايدين 80 و90، يعني نريد بنسبة 60 إلى 70%. طيب سيد كاظم، دعني أنتقل مرة أخرى للسيد بدر. نعم. الزيادي. سيد بدر، تتحدث عن مستلزمات ضرورية لأن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة. أولى هذه المستلزمات هي المحكمة الاتحادية التي من وظائفها المصادقة على قانون الانتخابات، ولكن حتى الآن لم يناقش موضوع قانون المحكمة الاتحادية، خلاف كبير حول هذا الأمر. ما هو المقترح الأكثر اقتناعا من قبل النواب من أجل تمريره خلال الأسبوع المقبل كما ذكرت؟ طبعا أنتم تعلمون يعني أما نذهب باتجاه تشريع قانون المحكمة الاتحادية ونذهب طبعا إلى خبراء القانون ورجال الفقه، وهذا طبعا راح يجرنا إلى خلاف كبير، وبالتالي يحتاج أشهر، يمكن ما أعتقد نكمل هذا القانون. لكن القانون الأسهل هو يصير تعديل على القانون المحكمة الاتحادية، أن يكون هناك توافق، أما يتم إكمال المحكمة الاتحادية بعضوين آخرين حتى يكونون 9 أو يبقون 7 ونصوت لهم يأخذون كل الصلاحيات المحكمة الاتحادية. هذه العملية سهلة، أكيد نحتاج إلى توافق سياسي فقط، وإلى أن تكون هناك اتفاقات بين الرئاسات 3 حتى يمكن أن ننتهي من موضوع قانون المحكمة الاتحادية. إذا ذهبنا إلى تشريع القانون أكيد راح نبقى فترة طويلة ولا نستطيع الاتفاق، لأنه قانون المحكمة الاتحادية التي تم طبعا تقديمه ودراسته صعب جدا، أن نختار فقهاء دين و يعني رجال قانون خبراء ندخلهم بالمحكمة الاتحادية، وبالتالي نذهب إلى طبعا خلافات كبيرة. فاليوم عندما نذهب إلى تعديل القانون، وهذا رأي أكثر النواب، أن نذهب إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية يكون أسهل وأسرع.
نعم، طيب بالعودة لك سيد كاظم، يعني أشرت إلى بعض العراقيل التي توضع لتحييد الانتخابات عن نزاهتها، طيب ما الهدف من وضع هذه العراقيل ومن المستفيد من وضع هذه العراقيل؟ يعني مؤكد أنه هناك جهات تمتلك أدوات وتمتلك الإمكانيات في الاستفادة من الوضع المرتبك للانتخابات لزيادة عدد مقاعدها، ويعني معروف هذا الموضوع حقيقة. ويعني للأسف الشديد أنه هذه يعني دائما القوانين المصيرية ومثل قانون الانتخابات الذي يحدد شكل العملية السياسية أو شكل الحكومة القادمة يعني لا يحظى بإجماع سياسي ولا بإجماع شعبي. واحد من أخطر القوانين في أي بلد هو قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات. إذا ما لم يتم تشكيل هذين القانونين بالشكل الذي ينسجم مع مزاج السياسي للبلد، مع المزاج الشعبي للبلد، مع تطلعات أبناء البلد، حقيقة ما راح تكون هذه القوانين معبرة عن آمال وتطلعات الشعوب. الشعوب عندما تدعو إلى انتخابات مبكرة وإقالة حكومة أو إسقاط حكومة وإقالة ودعوة إلى انتخابات مبكرة، الهدف أنه هذه الحكومة فشلت في تنفيذ برنامجها السياسي وفشلت في تحقيق تطلعات هذه الجماهير، وبالتالي أنها تريد من الانتخابات المبكرة أن تتلافى أخطاء الحكومة السابقة وتنفذ أو تحقق طموحات الشعب. بهيج قانون حقيقة وضع على مقاسات جهات سياسية معينة لن تتحقق طموحات وتطلعات الشعب العراقي في أن تكون الحكومة معبرة عن الجماهير العراقية. الانتخابات عام 2018 الانتخابات الماضية أعلننا مبكرا نحن في ائتلاف الوطني وصدرنا بيان دكتور اياد علاوي، الانتخابات جرت في 12/5/2018، احنا في 13/5 نبهنا إلى أنه هذه الانتخابات مزورة وما سيتمخض عنها من مجلس نواب ومن حكومة لن تصمد طويلا، وبالفعل لم تصمد أكثر من سنة ونص وتم إسقاط هذه الحكومة بالإرادة الشعبية. طيب، لذلك حقيقة احنا نؤكد أنه أنا قد اليوم أمتلك عدد المقاعد وأمتلك الإمكانية في أن أصوغ قانون على مقاسي، لكن هل هذا سيضمن نجاحي في تشكيل الحكومة وفي إقناع الشعب العراقي فيما بعد؟ مو أنا فيما بعد راح أكون مطالب بتقديم خدمات، مو أنا مطالب بأن أحقق طموحات وتطلعات الشعب العراقي. ولذلك أعتقد أنه علينا أن نضع قانون يحقق مصالح الجميع، الشعب أولا ومصالح البرنامج الحكومي للقوى السياسية. طيب سيد كاظم ابقى معي، أعود مرة أخرى للسيد بدر الزيادي. سيد بدر، حماية الانتخابات هو أهم ما تتطلبه إجراء انتخابات نزيهة. هناك تأثيرات من قبل المال السياسي، هناك تأثيرات من السلاح المنفلت، هناك تأثير حتى على توجهات الناخب. إلى أي مدى يشكل هذا الأمر خطرا على الانتخابات المقبلة، خاصة وأن الانتخابات السابقة طالما شهدت شكاوى ودعاوى قضائية وطعون بسبب هذا الأمر؟ طبعا هذه مسؤولية الحكومة أو السلطة التنفيذية أن تقوم بواجباتها بصورة صحيحة، وأعلن السيد مصطفى الكاظمي أنه سوف يقوم بتأمين عملية الانتخابات حتى تجري بكل سهولة وشفافية، وإشراف أممي راح يكون يشرف على الانتخابات. وأنتم تعلمون قانون الانتخابات عندما تم تعديله أن تكون الكتلة الأكبر التي تحصل على أكثر عدد من المقاعد هي اللي تشكل الحكومة، فبالتالي كثير من الكتل السياسية اليوم متخوفة من هذا القانون. أما أن تكون هناك ائتلافات طبعا قبل الذهاب إلى الانتخابات أو تبقى الكتل السياسية على حالها، وبالتالي نشوف الكتلة التي تحصل على أكثر عدد من المقاعد هي راح تشكل
بشكل الحكومة. نرى كثير مثلا من الكتل السياسية اليوم تتخوف من هذا الموضوع. نحن لا نريد أن تكون فوضى كما كانت سابقا عندما انتهت انتخابات عام 2018 ولم نستطيع تشكيل الحكومة أو أن نختار أو نقرر من هي الكتلة الأكبر. حتى القضاء أو المحكمة الاتحادية تفسيرها كان تفسير سياسي، وبالتالي قطعنا هذا الطريق في قانون الانتخابات أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي الكتلة السياسية التي تستطيع على الحصول على أكثر المقاعد هي التي تقوم بتشكيل الحكومة. وبالتالي اليوم التيار الصدري مستعدين من الآن لخوض هذه الانتخابات سواء كانت في وقتها أو حتى لو تأجلت. نحن ليس لدينا مشاكل، متهيئين، وإن شاء الله سوف يكون موقف كبير لقاعدة التيار ومحبين التيار وكل العراقيين الشرفاء. حان الوقت لاختيار الناس الشرفاء النزهاء ليمثلون البلد بصورة صحيحة حتى نبني بلدنا بصورة صحيحة، لأن للأسف من عام 2003 ولحد الآن دورة بعد دورة تكون أسوأ. الآن الجماهير عندما خرجت وتظاهرت وعطت شهداء وتريد انتخابات مبكرة، يجب على كل الكتل السياسية أن تدعم الانتخابات المبكرة من أجل إنقاذ البلد والذهاب به إلى بر الأمان. نعم، بالعودة لك سيد كاظم، يعني هل ممكن أن نشهد في الانتخابات المقبلة توافقات سياسية وتحالفات مختلفة عما شهدناه من قبل في الانتخابات السابقة، وعلى أي أساس سوف تتكون هذه التحالفات وتوافقات سياسية؟ نعم، يعني بما أنه هذه الانتخابات انتخابات حقيقة لأول مرة تجري بعد 2003 بهذه الطريقة، طريقة الدوائر المتعددة، لذلك فالتحالفات والائتلافات التي تسبق الانتخابات في هذه المرة ستختلف عن سابقاتها تماما. هناك توجه حقيقة من بعض القوى السياسية، وهناك حوارات الآن بعض الكتل دخلت، وإن كانت هذه حوارات غير رسمية لحد الآن، لكن خلينا نقول مشاورات وتفاهمات أولية في أن تتشكل تحالفات وطنية طولية حقيقة، بحيث قبل الانتخابات هذه التحالفات ستكون تمثل الطيف الوطني، تضم قوى شيعية وسنية وكردية ومختلف الطيف العراقي. راح تدخل الانتخابات وفي حال أنها حققت المقاعد الأكثر فستكلف هذه التحالفات أو هذا التحالف بتشكيل حكومة. هذا تصور بسيط للتفاهمات التي تحصل الآن والحوارات الأولية التي تحصل الآن، لأنه بما أنه طريقة الانتخاب هذه المرة مختلفة فعلينا أن نتعامل معها أيضا بطريقة مختلفة وطريقة جديدة. أنا أعتقد التفكير بهكذا تحالف يساعد كثيرا على يعني تحقيق الفضاء الوطني أو جمع القوى الوطنية التي يعني كانت تدخل الانتخابات بمفردها في الدورات السابقة. اليوم أنت بحاجة إلى تشكيل حكومة فيما بعد، فعليك أن تجمع أكبر عدد من المقاعد قبل الانتخابات. وتفسير المادة 76 الذي ذهبت إليه المحكمة الاتحادية، وإن كان هو لا يزال هو المعول عليه، في أن الكتلة التي تشكل تحت قبة البرلمان، هذا التفسير سيء الصيت، هي الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة. لكن الآن القوى السياسية وصلت إلى قناعة تامة في أنه هذا التفسير هو تفسير خاطئ وتفسير خرب العملية السياسية وأسائلها كثيرا. لذا لذلك الآن تفكير يعني أقول معظم القوى السياسية على أن تتشكل الكتلة الأكبر هو يعني قبل الجلسة الأولى. نعم. بإعلان نتائج الانتخابات هي هذه الكتلة الأكبر أيا حققت مقاعد أكثر. نعم. سيد كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للسيد بدر الزيادي نائب عن سائرون، شكرا لكما. في الرأي شجاعة فائقة، وفي الخبر سرعة فائقة، وفي الصورة دقة فائقة. الشرقية نيوز HD.
عبر الوانسات وعلى التردد 10892 بولاريزيشن هيروزنتل سيمبل ريت 27500 اف اي سي 5/6. مرة أخرى تعزيزات عسكرية عاجلة إثر هجمات بهرز وجلولاء والمقدادية، والكاظمي يحذر من التأثير سياسيا على ملفها الأمني. وين المشاتين؟ وين هذا الحجي؟ وين الطاب؟ وين شو ما افتهمنا؟ بلد منو جاي بيع بيه؟ ما نعرف. مافيات الأراضي تقضم أجزاء من مناطق العاصمة، عمليات بغداد تنفي علمها بعملية إخلاء الدور قسرا. وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق مصطفى الكاظمي وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز القوات الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى وبسط الأمن والاستقرار فيها. وكان الكاظمي كلف خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني كلف مستشار الأمن الوطني بعقد اجتماعات مع القوات الأمنية ووجهاء المناطق التي تعرضت لهجمات من أجل إعادة الاستقرار إليها، مشددا على وجوب إبعاد التأثيرات السياسية عن الملف الأمني. واستهدف قصف بقذائف الهاون مناطق في ناحية بهرز ضمن محافظة ديالى من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. مصادر أمنية أوضحت أن قذائف هاون سقطت على قرية خليل الحسناوي التابعة لناحية بهرز جنوبي ديالى عقبه إطلاق نار استهدف عددا من المزارعين من دون وقوع خسائر بينهم. وصعد تنظيم داعش من هجماته على قوات الأمن العراقية خلال الساعات 48 الماضية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وسقط 5 شهداء وجرحى بهجوم مباغت شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش على سيطرة أمنية مشتركة قرب قضاء جلولاء التابع لمحافظة ديالى. مصادر أمنية قالت إن مسلحين من داعش شنوا هجوما من 3 محاور على سيطرة النقشبندي الواقعة بين قضاء جلولاء التابع لمحافظة ديالى وبين إدارة قرميان التابعة لإقليم كردستان. على صعيد متصل، استشهد وأصيب 4 من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم لتنظيم داعش على مفرزة أمنية في ناحية الرياض غربية كركوك. قال دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة لا تزال تفكر في إغلاق سفارتها في بغداد في حال لم تضع الحكومة العراقية حدا لهجمات الفصائل الموالية لطهران على المصالح الأجنبية في البلاد. وأكد جيمس جيفري الذي عمل سفيرا في العراق بين عامي 2010 و2012 أن العلاقات بين واشنطن وبغداد ظلت سليمة حتى بعد تهديد وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق السفارة، لأن هذه القضية لا تزال مستمرة والتهديد كان خطيرا للغاية. ودافع جيفري عن سياسات إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في العراق، حيث نسب لها الفضل في الحفاظ على العلاقات مع الحكومة العراقية وتقييد النفوذ الإيراني في بغداد. البرزاني معلقا على قانون الاقتراض، حصة كردستان من الواردات حق لاهبة وهناك فرصة لتصحيح الظلم. وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني التصويت على قانون الاقتراض من دون التوافق مع الكرد بأنه سابقة خطيرة وظلم تجاه شعب الإقليم. وكتب البرزاني على تويتر أن حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق من حقوق الشعب في الإقليم، مجددا تأكيده ضرورة أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور.
هذا وتعقد الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان اجتماعا الأحد مع الممثلين الكرد في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمناقشة تصويت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز المالي. وقالت رئيسة برلمان الإقليم رواز فائق خلال مؤتمر صحفي إن البرلمان يعتزم عقد جلسة لمناقشة أزمة الرواتب في الإقليم ومساءلة مسألة إيقاف تمويلها من قبل مجلس النواب العراقي. پیشهاتی بابتی متخورانی هرمی کردستان به شوکی تایبت و تمویلی کردهنانی موچل عراق لرگی یاسای کوا. البرلمان سيعقد جلسة لمناقشة مسألة الرواتب في الإقليم ومسألة إيقاف تمويلها من قبل مجلس النواب العراقي، لأن هذا الموضوع بحاجة إلى التقييم والدراسة. يتعين على الرئاسات الثلاث أن تجلس للتباحث حول قانون العجز المالي وإيجاد الحلول. أنا أرى من الأفضل أن يتم التعامل مع الأمر الواقع وأن يتم اتخاذ الموقف الذي يصب في مصلحة إقليم كردستان. مجلس النواب العراقي تعامل مع القانون وفق مبدأ الأكثرية والأقلية ولم يراعي رغبة مكون عراقي مهم وأساسي وهو الكرد، لكنه أصبح قانونا وينبغي التعامل معه. الرئاسات الثلاث في الإقليم دعت إلى عقد اجتماع يوم غد الأحد ونحن سنحضره. وكاتب الرئاسي برلمان دركيلو بعد. وحذرت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري من أن التصويت على قانون تمويل العجز المالي من دون التوافق مع الكرد جعل الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا معنى لها. وقالت صبري للشرقية نيوز أن التصويت على القانون كان إجحافا حقيقيا بحق الكرد على الرغم من أنهم شركاء وجزء من الشعب العراقي. يعني حقيقة هو منحة خطير، يعني هناك رواتب للإقليم هي عادة ما متواجدة في داخل الجداول. أيضا بالنسبة للحكومة الاتحادية اليوم سمعنا بأنه هناك إطلاق رواتب ولكن لم تطلق الرواتب بالنسبة لإقليم كردستان. وكما قلت يعني هناك كانت اتفاقية، هذه الاتفاقية يعني إذا كانت على أساس هذا التصويت بالنسبة للي حصل في داخل مجلس النواب أيضا يعني هذه الاتفاقية لم يعد لها معنى وبين الحكومتين. اليوم يجب أن ننظر إلى أيضا الموازنة ل 2021 كيف ستكون، ويجب أن نحاول أن يعني أن نعالج ما أصلح، أو يجب أن يعني أيضا نطالب يعني الأطراف أو الشركاء في داخل العملية السياسية العراقيين يعني الآخرين الكتل السياسية الأخرى بأن تنظر إلى كيفية أن جميعا أن يعني نصلح ما حصل في تلك الجلسة المجحفة بحق الكرد. إذن مشاهدينا ينضم معنا السيد أحمد العباسي عضو ائتلاف النصر والسيد خالد خليل نائبة عن الحزب الديمقراطي. نرحب بكما. وأبدأ معك سيدة خالدة، هناك اجتماع من المقرر أن يعقد غدا الأحد، ما القرار الذي ممكن أن يخرج به هذا الاجتماع لحل هذه الأزمة؟ أولا مساء الخير. في الحقيقة نعم، هناك اجتماع سيضم الرئاسات الثلاثة في الإقليم ورؤساء الكتل ونواب عن اللجنة المالية، بالتأكيد سيناقش هذا الموضوع أو موضوع التصويت الذي جرى في البرلمان العراقي ومسألة حرمان الكرد من مستحقاتهم وجعل الكرد خارج الحسابات العراقية الوطنية. هذه سابقة خطيرة، واللي حدث يعني كان هو خرق لمسألة التوافق التي اعتدنا عليها خلال السنوات السابقة أو بنيت عليها العملية السياسية في العراق. ولذلك حتى ذكر اليوم السيد مسرور البارزاني أيضا بأنها سابقة خطيرة وبأن هذه استحقاقات شعب وبأنها منصوص عليها في الدستور. إذن هذه ليست منحة تعطى للكرد، إنما هي حقوق شعب هذا الشعب الذي كان مع العملية السياسية ومشارك في العملية السياسية خلال كل السنوات السابقة. للأسف من بعد 2003 إلى حد الآن كنا نأمل بأنه تسير على نمط الديمقراطية والديمقراطيات كما في العالم، ولكن رأينا بأنه خلال 17 عام السابقة كلها
أنها اتجهت اتجاه أو منحة أدت اليوم إلى نوع من الاستبدادية في القرارات وفي التصويتات بالبرلمان، ولذلك قلنا بأنها سابقة خطيرة. يعتمدون على أساس بأن الديمقراطية هي تعني الأغلبية، وفي الحقيقة هذا الفهم خاطئ، وهذا الربط العضوي ما بين الديمقراطية وما بين الأغلبية هو مفهوم غير صحيح أبدا، لأنه الأغلبية المقصود بها في الديمقراطيات هي أغلبية الاتجاه السياسي الذي يكون هناك مبني على عقد اجتماعي أو على الدستور، والذي يمثل جميع مكونات ذلك البلد. لذلك الشعب العراقي هو من مجموع من المكونات يجب أن يتشاركوا في صناعة القرار ويمثلون توجه سياسي معين في داخل البرلمان. أما الأغلبية التي هم ينادون بها وأغلبية طائفة معينة، هذا مفهوم خاطئ جدا. طيب، لذلك هو يتجه نحو الاستبداد، والذي نحن في الحقيقة لا نريد للعراق أن يتجه هذا التوجه. نحن نريد أن نبني بلد عانى كثيرا خلال 17 سنة السابقة، عانى من الفساد، اتجه نحو الديمقراطية الكليبتوقراطية التي اتخذت من الفساد هذا المبدأ، وللأسف بأنه الشعب اليوم أصبح هو شعب يعاني في أكثر من ثلثة من البطالة والجوع. طيب سيدة خالدة، 40% عندنا بطالة. دعيني أنتقل إلى السيد أحمد العباس عذرا للمقاطعة. إذن إلى متى؟ ابقي معنا، سنعود إليك بعد قليل. أرحب من جديد بالسيد أحمد العباس عضو ائتلاف النصر. سيد أحمد، التوافق هو عرف من أعراف العملية السياسية في العراق منذ 2003 ولغاية الآن. عندما يتم تمرير قانون تمويل العجز المالي بدون توافق مع الجانب الكردي، أمر يثير الاستغراب. هناك من يرى بأن هناك جهات تفتعل الأزمات من أجل إحراج الحكومة، من أجل خلق مشاكل للحكومة. إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟ تفضل. حياك الله أخي العزيز، وتحية إلى ضيفتك الأخت، وكذلك إلى جمهورك الكريم. حياك الله. العفو، احنا لا نريد نكون يعني نضع الفرد العراقي أو المواطن العراقي في مأمن يفترض أن نحتكم إلى الدستور. وبما أن الدستور نظم الكثير في مواد الكثير من الحفاظ على هذه الحقوق، وبنفس الوقت الحقوق الدولة أيضا حافظ عليها الدستور بوصف كامل، فالمفروض أن نذهب إلى هذه النصوص التي بيّنت تقسيم الثروات وإدارة الثروات، وخاصة في مقدمتها هي الثروة النفطية، لأنه اليوم العراق هو يعني يقتات على مصدر واحد وهو الثروة النفطية، أن تدار من الحكومة المركزية. لكن مع كل الأسف بسبب عدم التزام الإقليم بتسليم ما بذمتهم من حصة التي تصل إلى 400,000 برميل، حتى أنه التزامها الأخير في العام الماضي عندما كانت حكومة عادل عبد المهدي أيضا ثارت هذه المشاكل. كل سنة تثار هذه المشاكل مع الإقليم في موضوع تسليم الحصة النفطية، لكن التزم الإقليم بأن يسلم هذه الحصة بشكل نهائي في الشهر الواحد من هذه السنة، لكن مع ذلك أيضا تأخر هذا الالتزام بأعذار كثيرة، من ضمنها هو موضوع الوباء ووباء كورونا اللي عطل الحياة في كل دول العالم ومن ضمنها العراق. لكن هذا ما منع الإقليم من تصدير استمرار بتصدير النفط. فكان من المفروض على الأخوة في النواب بتمرير هذا القانون أن ينتبهون إلى مواطني الإقليم، لأنه المواطنين هم لهم حقوق وليس لهم علاقة بالسياسات الإقليم أو السياسة المركزية والخلافات اللي تحدث ما بين هذه الأطراف. لكن مع ذلك أنه حقوق هؤلاء هي من ضمن الحق اللي يعني يستلمه الإقليم من الموازنة السنوية. بما أنه هاي السنة لا توجد هناك موازنة، والعراق اضطر والحكومة الحالية إلى الاقتراض،
وألزم أو أحرج البرلمان بتمرير هذا القانون بمبالغ أقل مما كان تروم لها الحكومة، لكن مع ذلك يفترض أن تكون هناك حقوق لمواطني أو موظفي الأخوة الكرد. بنفس الوقت حجة الأخوة البرلمانيين اللي صوتوا ابتعادا عن أو ما احتاجوا الكرد في هذا التصويت، وهي أول مرة تحدث، لأننا هنا تعودنا كما تحدثت أخي الفاضل بأن التوافقات السياسية في العراق كان دائما الفيصل بها أو بيضة القبان كما يقال هم الأخوة الكرد، ودائما الخلافات كانت تكون ما بين العرب وشقيهم الغربية والجنوبية، فكان محور يعني التآلف والتآخي وحل المشاكل هم الأخوة الكرد. لكن في هذا القرض لاحظنا ابتعاد الكرد بسبب عدم التزامهم بتسليم ما بذمتهم من النفط. نعم، بالعودة لك سيدة خالدة، يعني الجانب الكردي منذ أيام يدعو إلى الحوار وتجاوز هذه الأزمة، يعني هل ممكن أن نسمع في القريب باتفاقية، ممكن تنفيذ الاتفاق، ممكن تسليم الإيرادات، إيرادات النفط إلى بغداد؟ عزيزتي، كل ما أثير في الشارع العراقي وللأسف هو كلام غير دقيق. يعني بالعودة إلى الوثائق والأوراق، ونحن فرشنا جميع الأوراق على الطاولة وقلناها مرارا بأن موضوع تسليم حصة الإقليم هو كان يستقطع من المبالغ، كانت تستقطع وزارة المالية من أجل أنه إحنا نكمل هذه الرواتب في الإقليم، لأنه المبالغ التي كانت تأتي من الحكومة الاتحادية لم تكن تكفي، ولم يكونوا يرسلوا المبالغ كاملة اللي كانت تسد هذه النفقات. لذلك كان بيع النفط هو إجراء يتم لتكملة هذه المبالغ ويستقطع من قبل وزارة المالية. عدم تسليم الحصة هو هذا كان، أنه تكمل، فإذا كانت تتسلم أو تأخذ بالمقابل أو تستقطع وزارة المالية فالأمر سيان. هذا أولا. ثانيا، حتى في مسألة هذه الفقرة اللي تخص الإقليم واللي احنا طالبنا بتأجيلها لساعات، وللأسف يعني هم مضوا في هذا القرار باستفراد، استفردوا به ولم يستمعوا إلى الجانب الكردي، مع أنه هذا الأمر يعني كان خرق وكان طعنة كما سماها السيد الرئيس مسعود البارزاني، لأنه احنا كنا متفقين قبل دخول القاعة بأن تؤجل هذه الفقرة ولم يتم تأجيلها. نحن دخلنا على أساس حسن النية ودخلنا ومررت مواد القانون، وعندما وصلنا إلى هذه الفقرة عرضها للتصويت السيد رئيس البرلمان ولم تؤجل الفقرة. إذن عندما يبنى الشيء على اتفاقيات المفروض أنه يكون هناك التزام بهذا الأمر. مسألة أنه إحنا في هذا الفقرات أيضا لم نقل بأنه لن نسلم أو لم تسلم، هذه إنما كانت هي من المكتوب في الفقرة من الناتج الفعلي ومن الإيرادات الفعلي، لكن إحنا قلنا بأنه ستسلم من الكل. إذا كانت هذه هي نقطة الخلاف في الحقيقة في هذه المسألة. الموضوع أنه ليس هناك إشكالية في التسليم، لكن يجب أن تكون هناك اتفاقيات، يجب أن تكون هناك آليات. الحكومة الإقليم جاءت عدة مرات بوفودها إلى الحكومة الاتحادية وجرت هناك اتفاقيات وتوصلنا، وكانت هناك كان هناك تقدم كبير في هذه الخطوات. طيب، ولكن للأسف كلما اقترب الجانبان والطرفان نجد بأن هناك من يحدث شرخا في هذه المسألة، وكأنما هذه المسائل هي مدروسة ولذلك تدخل في باب التآمر. طيب، أعود مرة أخرى إلى السيد أحمد. سيد أحمد، الموضوع كما يرى البعض وكما أعلنه شخصيات أو أعلنته شخصيات كردية، الأمر لا يستحق كل هذا الجدل. الموضوع يتعلق برواتب لثلاثة أشهر مقبلة، الأمر لا يتعلق بميزانية سنوية كي تثار حوله كل هذه المشاكل وتوضع أمامه كل هذه العراقيل. لماذا برأيك تم تضمين تسليم إيرادات واردات كردستان مقابل تسليم الرواتب، على الرغم من أن هذه الرواتب لا تسد سوى ثلاثة أشهر؟
يعني تعلم ويعلم المشاهدين أنه الموازنة لهذا العام هي غير موجودة، فبالنتيجة اضطرار الحكومة إلى الاقتراض وعرض هذا القانون وبمبالغ عالية، لكن مرر بثلث ما طلبت الحكومة من أجل تغطية كل التزاماتها. فهذا دليل القحط اللي يمر به العراق والأزمة المالية الواضحة اللي وصلت إلى موضوع الأرزاق وخاصة في الرواتب. فهذه ثلاثة أشهر اللي ذكرتها كانت فرصة للأخوة في البرلمان بسبب عدم التزام الإقليم والمماطلة المستمرة بعدم تسليم ما بذمتهم من الحصة التصديرية للنفط لعدد من المرات اللي يوعدون على أنه ترسل مبالغها إلى المركز لكنه لا يوجد هناك التزام، مما أثار حفيظة الأخوة في النواب في ظروف هذا القحط أن حتى يشاركون، يعني ادعاهم أنه الكرد يشاركوننا حتى في هذه الأزمة وهذا القحط اللي يمر به العراقيين. وأنت تدري أخي العزيز أنه أكثر المناطق اللي لحقها الضرر خلال الفترة الماضية هي المناطق الجنوبية التي لم تشهد إعمار ولم تشهد الخدمات الكافية، وجمهورها مر بأزمات كبيرة مما اضطر أن يخرج للمشاركة الواسعة والكبيرة في المظاهرات شباب تشرين. لم نلاحظ أنه هناك مشاركة من إخوتهم في المناطق الغربية وكذلك في المناطق الكردية، دليل على أن هذه المناطق هي يعني تشهد حالة من الاستقرار الضمني. لكن لاحظنا أنه المناطق الجنوبية شهدت ثورة واحتجاجات كبيرة واسعة جدا كانت آخرها هو ثوار تشرين، وسبقتها هناك احتجاجات ومظاهرات كثيرة جدا خاصة في محافظة البصرة والنجف والناصرية. هذا دليل على أن هاي المنطقة هي تعيش عوز وتعيش أزمة مالية، لذلك أصبحوا النواب محرجين أن يمررون قانون الاقتراض من أجل توفير لقمة العيش وأرزاق هؤلاء المتمثلة بموضوع الرواتب. والكرد لديهم ما يغطي هذه الرواتب من خلال ما يصدروه من نفط كافي، ولم يتوقفوا هذا التصدير حتى في الظروف الصعبة في موضوع الوباء، موضوع كورونا. بقوا الأخوة الكرد مستمرين بشكل واضح وعلني، وهذه تقارير دولية ومنظمات دولية معنية في هذا الأمر، يعني هذا شيء غير مخفي وواضح للجميع. شكرا جزيلا. من الممكن أن تقوم الحكومة في إقليم كردستان أن تغطي احتياجات الرواتب لموظفيها. شكرا جزيلا لك السيد أحمد العباسي عضو ائتلاف النصر، وشكر موصول أيضا إلى السيدة خالدة خليل النائبة عن الحزب الديمقراطي. يمكنكم مشاهدة قناة الشرقية HD عبر نايتسات وعلى التردد الجديد التالي 11938 Polarization Vertical Symbol Rate 27500 FTC 5/6. ما استهلنا بلد منو جاي بيع بيه ما نعرف. مافياس الأراضي تقدم أجزاء من مناطق العاصمة، عمليات بغداد تنفي علمها بعملية إخلاء الدور قسرا. أعادت السلطات المصرية 20 لاجئا عراقيا غرق مركبهم في المياه الإقليمية لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. وتسلمت سلطات السليمانية لاجئين العراقيين عبر وساطة منظمات دولية أكدت تسجيل ما لا يقل عن 500,000 مهاجر غير شرعي حاولوا مغادرة العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة. المزيد في تقرير موفدنا عثمان الشلش. 20 لاجئا ناجيا من الغرق في المياه الدولية أعيدوا إلى العراق عن طريق مطار السليمانية الدولي برحلة إجلاء خاصة من القاهرة بعد شهرين على الحادثة.
في أمر يتكرر بشكل مستمر بينما يحاول العراقيون مغادرة البلاد نحو أوروبا. بعد يومين يعني يختنا سفينتنا معطلة بسبب يعني جو، وبعد يومين خابرنا على مصر، بالأول خابرنا على تركيا وإيطاليا ويونان، ما جاوبونا على تليفوناتنا، بعدين يعني خابرنا على دولة مصر، هو قص حياتنا على كل الشباب لا يروحون بطريقة غير شرعية، لأن إحنا صارنا شهر والله لا نايمين لا ماكين لا شارب بكل شيء، ماكو مخورين عليهم خطي يعني بالمي والشباب يعني شو تقول له. تشير إحصائيات موثقة في إقليم كردستان إلى أن عدد المهاجرين العراقيين في السنوات الخمس الماضية يقترب من 500,000 مهاجر غير شرعي، توفي منهم 100 شخص وفقد أكثر من 100 آخرين. عن طريق الأهل اللاجئين اللي احنا عرفنا وكويت الحادث بالمياه الدولية، وسوينا استطلاع على المعلومات مالتنا عن طريق المندوبين مالتنا بتركيا. تقف الأسباب الاقتصادية والأمنية والسياسية المضطربة في العراق خلف أسباب الهجرة، رغم أن طريق البحر غير معبد، لكنه لربما ملاذ الباحثين عن أمل. للشرقية نيوز عثمان الشرش السليمانية. نرحب الآن بالسيد فراس الخطيب الناطق الرسمي في العراق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. سيد فراس مرحبا بك في الحصاد. يعني حتى الآن لا يزال الشباب العراقي يفكر بالهجرة إلى خارج العراق. لديكم أرقام كما أعلنتم عنها لا يقل عن 500,000 مهاجر غير شرعي حاولوا مغادرة العراق، برأيك ما هي الأسباب التي اليوم توصلتم إليها من خلال مقابلاتكم لهؤلاء الشباب الذين يحاولون الهجرة؟ ما هي الأسباب التي تدفعهم لترك العراق؟ يعني دعنا نبحث أولا لماذا يوجد ناجحون في العراق. العراق مر بسنوات طويلة من النزاع المسلح وعدم استقرار وعدم أمن في مناطق عدة، مما دفع بالعائلات للنزوح داخليا أولا، فترك البيت هو أساس من منذ لحظة ترك المنزل، فالناس يشعرون بعدم الأمان عدم الاستقرار، ويتردى الوضع الاقتصادي لديهم مما يجعلهم يعني يعتمدون على المساعدات الإنسانية سواء للدولة أو للمنظمات الإنسانية أو لمنظمات الأمم المتحدة. فالعامل الاقتصادي العامل الأمني العامل ترك المنزل تدفع الناس للبحث عن فرصة أفضل أو عن يعني مكان آمن، مكان فيه عمل، مكان فيه توفر للخدمات وللفرص. نعم. طيب سيد فراس، يعني الآن بعودة هؤلاء المهجرين بعودتهم إلى بغداد، هل انحلت المشكلة؟ ماذا عن عودتهم كانت يعني قسرية وليس من اختيارهم بأن يعودوا بعد غرق مركبتهم؟ كيف ممكن أن يتم توفير الفرص الذي تحدثتم عنها بتوفير الملجأ والعمل؟ نحن نواجه مشكلة أكبر في العراق منذ سنوات، وهي مشكلة النزوح الداخلي. فبسبب الصراع والوضع الذي كان في السابق، فنزح ملايين العراقيين داخليا إلى محافظات أخرى هربا من النزاع والقتال المسلح، عاد منهم أكثر من 4,000,000. واليوم نجد أن الحكومة بصدد إغلاق مثلا مخيمات النزوح في عدة محافظات، منها الأنبار ونينوى وكركوك وغيرها. فهؤلاء يعني بشكل فوري مضطرون لترك يعني مكان إقامتهم والعودة إلى قراهم الأصلية. فهنا نحن نواجه قضية البنية التحتية. الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة تتعاون مع باقي المنظومة وباقي منظمات الإنسانية مع الحكومة أيضا للاستثمار في البنى التحتية في مناطق إعادة هؤلاء النازحين. أيضا الشتاء، نحن على أبواب الشتاء، فهناك مساعدات ملحة للعاجلة للشتاء، والعائلات الأكثر عوزا أيضا هي يعني تستطيع الحصول على مساعدات نقدية. طيب
من أجل يعني تحسين الوضع الاقتصادي، لكن هناك خطط أكبر لإعادة البناء والاستثمار في المجتمعات بإيجاد فرص عمل ودعم سبل كسب العيش، فهي يعني مشروع طويل الأمد ولكن يحتاج إلى تعاون وتنسيق من قبل كل الأطراف. طيب سيد فراس، هناك أسباب عدة منها عدم الاستقرار السياسي، أسباب اقتصادية، مستقبل ضبابي، هي ما تدفع الشباب إلى الهجرة. لنتحدث عن الجانب العراقي، المؤسسات العراقية من خلال لقاءاتكم هل تلمسون اهتماما بهذا الجانب، توفير والبيئة التي تلائم الشباب العراقي توفر له الاستقرار ومستقبل آمن؟ يعني نحن نعمل مع الحكومة، في الحكومة المركزية سواء كانت الحكومة المركزية أو الحكومة في إقليم كردستان العراق، ونتعاون مع يعني مثلا الآن نواجه جميعا جائحة كورونا، فهذه الجائحة التي يعني عطلت فرص العمل لدى الكثيرين وأيضا عطلت يعني الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ في كثير من الدول ومنها العراق، طبعا عملية إعادة البناء الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتغلب على جائحة كورونا يحتاج إلى جهود وخطط طويلة المدى وتكاتف من قبل المجتمع الدولي والدول المانحة وأيضا الحكومة وكل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على في العراق على يعني لمواجهة هذه الأزمة. سيد أحمد، يعني كيف ممكن الحد من هذه الظاهرة، وكيف ممكن إقناع الشباب بأنه في هذا الوضع خاصة لا يمكن أو لن يجد الحل الأمثل في حالة الهجرة ويمكن خطر ذلك على حياتهم وحياة عائلاتهم؟ ما هو دوركم اليوم للحد من هذه الظاهرة؟ يعني نحن نحاول جاهدين بالتعاون مع كافة الأطراف يعني معالجة كل المشكلات كل على حدة، يعني مثلا النازحون بعضهم يحتاج لوثائق إثبات الشخصية ولا يوجد لديه بطاقة وطنية موحدة نتيجة الأزمة وضياع الوثائق أو ما إلى هنالك، فنحن من خلال المساعدة القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية نجد نحاول أن يعني نستعيد لكل هؤلاء الوثائق الثبوتية من أجل الحصول على الخدمات، فالتعليم أساس، نحن لا نريد لجيل من الأطفال الذين يفتقدون إلى الدراسة والمدرسة والتعليم، فالخدمات أساس، عندما تتضافر كل هذه الجهات ويتأمن التعليم الجيد وفرص العمل ويكون الوضع آمن ومستقر فلن يلجأ أحد للخارج ولن يشعر المواطن بأنه يحتاج إلى ترك منزله والذهاب إلى المجهول. نعم سيد فراس الخطيب الناطق الرسمي في العراق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. انتقد النازحون أرغموا على إخلاء مخيم يحيى وفي كركوك من إجراءات غلق المخيم وإعادتهم إلى مناطق في نينوى من دون توفير بدائل معيشية أو صرف تعويضات، وتواجه أكثر من 300 عائلة نزحت من ناحية العياضية في الموصل إلى مخيمات كركوك تواجه مصيرا مجهولا بسبب مشكلات يتوقف عندها تقرير أتلة الأغا. مخيم آخر يغلق في كركوك، مخيم يحياوة الذي كان يحوي 334 عائلة نازحة من ناحية العياضية في الموصل رحلوا بإشراف وزارة الهجرة التي قال وكيلها أنهم عازمون على إغلاق ملف المخيمات. شعارنا القادم أن العراق سيكون خاليا من المخيمات إن شاء الله، ولذلك نحن إن شاء الله متجهون بتصفير المخيمات وإنهاء ظاهرة المخيمات في العراق.
عودة طوعية كما يقال وملف التعويضات راكد، ناحية دمرها داعش والعمليات العسكرية التي تلتها. لم تساهم الحكومة العراقية أولا في بمسمار واحد في بناء هذه المخيم، ولكنها ساهمت الحكومات العراقية في هدم هذا المخيم. نحن مع رجاع اللاجئين إلى مناطق أصلية، ولكن بناء قراهم ونواحيهم وبيوتهم وبعد ذلك إرجاعهم. المخيم الذي أنشئ على أرض مملوكة لسكان قرية يحياوة يطالب أصحاب الأرض بإعادة أرضهم إلى سابق عهدها وتعويضهم. 334 عائلة سووا عودة، رجعوا عياضية بتلعفة موصل، قسم منه إيجار، قسم منه بيت ماله مشعول، قسم منه بيت ماله واقع، قاعدين هسا بتلعفة عياضية. نريد من الجهات المعنية بأن ترجع لنا الأرض كما كانت في السابق أو تصرف تعويض بإجلاء تنظيف المخيم. هذا المخيم كان يعج بالنازحين بالأمس القريب، هو سادس مخيم يتم إغلاقه وإجلاء سكانه إلى مناطقهم الأصلية. السؤال هنا، أين ذهبوا؟ وهل سكنوا ببيوت أم بخيم كهذه في هذا المخيم؟ من مخيم يحيى واتلا لغا، الشرقية نيوز. تنضم معنا السيدة فاتنة الحلفي، عضو مفوضية حقوق الإنسان عبر خدمة سكايب. نرحب بك سيدة فاتن. يعني اليوم إخلاء مخيم يحيى آوى، وهو ليس المخيم الأول الذي يتم إخلاؤه بدون توفير بدائل. كيف ممكن اليوم يواجهون النازحين هذا الإخلاء القسري؟ مساء الخير، تحية لحضرتك ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. طبعا موقف المفوضية العليا لحقوق الإنسان كان دائما مع العودة الطوعية الشرقية، أول من يعلم وآخر من يسكن. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها، راسلونا على rai@الشرقية.com. السيدة فاتن الحلفي، عضو مفوضية حقوق الإنسان. نعم سيدة فاتن تفضلي. نعم، يعني مثل ما ذكرت لحضرتكم، نحن في المفوضية العليا لحقوق الإنسان مع العودة الطوعية وليس مع العودة القسرية كما يحدث الآن في بعض المخيمات. حقيقة لدينا فرق رصدية تزور هذه المخيمات يوميا، وثقت حقيقة الكثير من حالات الإغلاق للمخيمات، وبالتالي نحن نشخص ان هذه الطريقه طريقه غير يعني غير حقوقيه وغير صحيحه، باعتبار انه
قيادة عمليات البصرة خطة أمنية جديدة في قضاء الزبير لحصر السلاح والسيطرة على جرائم السطو وتهريب تجارة المخدرات. ويقول مسؤولون محليون التقاهم مراسلنا أيمن الشيخ إن العمليات أسفرت عن اعتقال أكثر من 3000 مطلوب ومخالف للتعليمات خلال الشهر الأول من عملية ضبط الأمن. وفق الخطة الأمنية في البصرة التي أعدتها الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي، تتنافس الأجهزة الأمنية لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة منذ أعوام لتكون إحصائية مديرية مكافحة إجرام البصرة أكثر من 500 عملية قبض، فيما تجاوزت مديرية الشرطة 3000 إلى هذه اللحظة. حملة لتنفيذ أوامر القبض من ضمنها قسم مكافحة إجرام البصرة نفذ أكثر من 500 أمر قبض خلال هاي الثلاث أشهر الماضية. بقية الأقسام أيضا نفذت أوامر قبض، فارتفعت نسبة تنفيذ أوامر قبض إلى نسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 85%. ومن أكثر الأقضية التي تشهد إرباكا أمنيا منذ 17 سنة هو قضاء الزبير، والذي بات اليوم يشهد تحسنا ملحوظا بحسب مسؤولي القضاء، والذين بيّنوا أن العمليات الأمنية الأخيرة ساهمت بالحد من جريمتي تهريب المخدرات والسطو المسلح. وبتوجيه من قبل رئاسة الوزراء حاليا وجود تحسن أمني، وكذلك هناك ضبط للأمن، وكذلك تعزيز القوات الأمنية ورجعت هيبة الدولة. هذا ولا زالت المناشدات المجتمعية مستمرة وتطالب الحكومة بجعل السلاح بيد الحكومة فقط من أجل عدم السماح لأي خروق أمنية مستقبلا، خاصة قبيل وأثناء الانتخابات المقبلة. من البصرة، أيمن الشيخ، الشرقية نيوز. وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بمتابعة الإجراءات القانونية تمهيدا لإنزال أشد العقوبات على المجموعة التي اعتدت على مفرزة مرورية في البصرة أثناء تأدية واجبها. وبحسب بيان للداخلية، قامت مجموعة مؤلفة من 6 أشخاص بالاعتداء على مفرزة مرورية مؤلفة من ضابط برتبة عقيد وضابط آخر ومنتسبين، بعد تغريم أحد السائقين المخالفين الذي لم يأبه لسيادة القانون بالاعتداء على المفرزة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجموعة المعتدية وتوقيفهم وفق قانون العقوبات العراقي. وأحبطت قوات الرد السريع عملية تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات بعملية إنزال جوي في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني. وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بتنفيذ فرقة الرد السريع بناء على معلومات استخبارية وبإسناد طيران الجيش إنزالا في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان في هور أم النعاج، ورافق الإنزال تحرك قوة بالزوارق على أهداف يستخدمها المهربون من تجار المخدرات. تم العثور على 100 كيلوغرام من المخدرات كان من المخطط إدخالها وتهريبها عبر مركز مدينة العمارة. دعا سكان مناطق شمالية بغداد السلطات الأمنية إلى التحقيق في استحواذ جهات على مساحات زراعية في أطراف منطقة الشعب بذريعة تشييد طريق سريع جديد. ونفت قيادة عمليات بغداد وجود توجيه بإخلاء مناطق سكنية مشددة على ضرورة التحرك لحماية أنفسهم قضائيا. التفاصيل في تقرير عرب القحطان. فوضى وأزمة عارمة هنا شمالي بغداد بالقرب من منطقة الشعب بعد استحواذ جهات متنفذة على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية التي كان من المقرر إنشاء خط سريع عليها خاص بالشاحنات يربط نهاية سريع محمد القاسم وسريع القناة مع المحافظات الشمالية. منطقة منانة هذا الخط السريع محمد القاسم،
هذا جسر المثنى، هذا تكملة السريع يعبرك المحافظات الشمالية، والشمالية يربطها بالجنوبية. زين أنا أجي أبيعها هاي الله وكيلك، هسه معروضات القيعان على 25 مليون، طيني 25 مليون يا يريد هسه، وإن بيعت هذه هسه معروضة للسيجة معروضة 250 مليون، على شنو ليش؟ خلص صريحة، وين المشاتل؟ وين هذا الحكي؟ وين الطاب؟ وين الطاب؟ شو ما افتهمنا؟ بلد من جاي بيع بيه ما نعرف. قيادة عمليات بغداد والجهات المسؤولة الأخرى نفت علمها بالموضوع، فيما ذهب الأهالي للتأكيد على دفاعهم بأنفسهم عن هذه الأراضي ومنع هذه المافيات من تنفيذ مشروعهم. الناشد كل شريف كل ابن أوادم يخلصنا من هاي العصابة. يا عالم يا ناس، احنا ما جايين تعيين، ما جايين ندور زيادة راتب، ما جايين اشي، احنا جايين نحمي ارض العراق. هاي الارض عراقية مصلحة عامة. احنا ترى هسه وين ما نتجه مسدودة الأبواب وجونا، ابو الامانة يقول لك انا عندي اوامر. زين احنا نريد الجهات العليا تحاسب اللي هذا التقرار على هاي القاع، وقال وباحة وقال اصرفوا بيها. هاي عمي باشا تصبح قطع سكنية، ترى يبيعونها ويصبحون ماكو، وكم وحده صارت يحطون المليارات هنا وطق، خلي الشعب هو الحكومه ناس تطق براس. وهذا مشروع جواه مشروع مي الرصابه، وبعد هو يا خط سريع ومرسومه عليه غطاء قرضارات وهذا معلقه كل شيء به هذا الشارع. وعمدت هذه الجهات المتنفذة على تقطيع هذه الأراضي بشكل قطع صغيرة تبلغ مساحة القطعة الواحدة 100 متر، ومن ثم عرضها للبيع بشكل غير قانوني إلى الناس. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز. فجع سكان محافظة صلاح الدين بحادثة افتراس خنازير برية لطفل بعمر 3 سنوات في ناحية المعتصم في مشهد عاد للأذهان هجمات عام 2019. ويقول سكان محليون التقاهم عبد السميع الزاوي إن الخنازير التي كانت تهاجم المساحات الزراعية والمحاصيل الموسمية باتت تهاجم البشر، ما يسترعي إطلاق حملة لصيدها بشكل عاجل. كر وفر بين شبان وخنزير هجمهم بقرية المسحة شمال صلاح الدين في عام 2019 بظاهرة صارت تتكرر بأكثر من مكان من مدن المحافظة. حذيفة ذو 3 أعوام كان آخر الضحايا، حيث افترسه خنزير بري وأودى بحياته بمزرعة العائلة في منطقة الطريشة شمال غرب الضلوعية، لتبقى المشكلة بالأحل. نعاني من هذا الموضوع مع الخنازير، مو هي أول، يعني تقريبا هذه رابع مرة يصير حادث بها. منطقة بالبوباج توفى زلمة، والعام حرمة عندنا، وهذا الولد الثالث. فإحنا منطقة مجردة من الأسلحة، يعني إنسان أي سايد تطلع يروح للزرع ماله لهذا ما عنده أي شيء، كسترية ما عنده. الخنازير بالليل كنا نعاني منها، تطلع دائما على السيارات وعلى المحاصيل الزراعية. في الأونة الأخيرة قام تهاجم الإنسان، تهاجم الإنسان، صارت عندنا حوادث منها تطلع الشارع وتضرب السيارات، ومنها أخير شيء يعني قامت تأذي البشر. الشعب الزراعية في المحافظة أشرت خسائر كبيرة في المحاصيل الصيفية والشتوية وأحواض الأسماك الممتدة على طول نهر دجلة جراء مهاجمة الخنازير لها. ظاهرة وجود الخنازير في محافظة صلاح الدين، وهذه الظاهرة مما أدى هذا الحيوان إلى خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية، وكذلك هناك تأثير على الثروة السمكية الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى مهاجمته للبشر. نطالب القوات الأمنية البطلة بإيجاد حل لهذه الظاهرة الانتشار ومكافحة هذه الحالة بالقضاء على هذا الحيوان المفترس الذي أدى إلى خسائر. ويؤكد مزارعون أن ظاهرة مهاجمة قطيع الخنازير ابتدأت في منطقة العاشق بمدينة سامراء قبل حوالي 6 سنوات، لتتوسع إلى مدن أخرى وبأسلوب جديد وهو مهاجمة البشر. من صلاح الدين، عبد السميع الزاوي، الشرقية نيوز. نعت الأوساط الفنية والثقافية في العراق المخرج المسرحي والفنان الموصلي المخضرم عصام عبد الرحمن القيسي الذي توفي عن عمر 77 عاما، وهو أحد أهم مؤسسي المسرح الحديث والإنتاج التلفزيوني في الموصل. وولد القيسي في الموصل عام 1943، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد سنة 1967، وبعد فتح كلية الفنون الجميلة
الليلة في جامعة الموصل قام بإلقاء المحاضرات وتدريب الطلبة فيها، وأسس فرقة جامعة الموصل التي دعمت حركة المسرح العراقي. وعشق القيسي التمثيل وعمل في التلفزيون والمسرح، وكانت أول مسرحياته في الإخراج طبيب بالقوة، وبعدها توالت عليه الأعمال المسرحية التي وصل عددها إلى قرابة 50 مسرحية تمثيلا وإخراجا. وكثير من المسرحيات التي كان لها لا هسه على جاي في أخبارنا العربية والدولية. تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببطء نحو الاعتراف بأنه لن يكون رئيسا بعد 20 من كانون الثاني يناير المقبل، وهو ما برز خلال حديثه في تعهد إدارته بعدم إصدار أوامر بإغلاق جديد بسبب فيروس كورونا. وفي أول تصريحات علنية له من البيت الأبيض منذ الإعلان عن فوز بايدن، أقر ترامب ولأول مرة بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن، لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق الانتخابي ولم يذكر منافسه الديمقراطي بالاسم. Ideally we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully the من الناحية المثالية لن نذهب إلى الإغلاق. لن تقوم هذه الإدارة بالإغلاق مهما حدث في المستقبل. من يعرف أي إدارة ستكون؟ أعتقد أن الوقت سيخبرنا، لكن يمكنني أن أخبركم أن هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق. هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فيروس كورونا طال مجددا جهاز الخدمة السرية الأمريكية المكلف بحراسة الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن والبيت الأبيض. وذكرت صحيفة واشنطن بوست بأن أكثر من 130 من عملاء الخدمة السرية أصيبوا بفيروس كورونا أو أنهم في الحجر الصحي بسبب مخالطتهم أشخاصا مصابين. وحصل هذا التفشي للفيروس بعد أن سافر العديد من عملاء الخدمة السرية في إطار التجمعات الانتخابية مع ترامب التي كان خلالها معظم المسؤولين والحاضرين بلا أقنعة. اندلع حريق في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار شمالي لبنان، وهو أنبوب كان يستخدم لنقل النفط من العراق إلى لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مجهولين قاموا بإحداث ثقوب عدة في خط أنابيب نفط كركوك طرابلس، ما أدى إلى اندلاع النيران في المواد النفطية المتسربة من أنابيب نفط العراق في سهل عكار، في حين قال مسؤولون أمنيون للوكالة إن مجهولين خربوا خط أنابيب البترول كركوك طرابلس شمال لبنان بعد أن أحدثوا ثقوبا في الخط بدافع السرقة قبل أن يضرموا النار في المواد النفطية المتسربة. أغلقت أسعار النفط الخام السبت على انخفاض بسبب تهديد حالات الإصابة المتزايد بفيروس كورونا بعرقلة الطلب مع قيود أكثر صرامة في أوروبا والولايات المتحدة. وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت الأمريكي أو برنت والأمريكي، لكنها لا تزال تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في الشهر. وأغلق خام غرب تكساس الأمريكي تسليم كانون الأول على خسارة بلغت 99 سنتا ليستقر عند 40 دولارا و13 سنتا للبرميل، فيما أغلق خام برنت تسوية كانون الثاني على خسارة بلغت 75 سنتا إلى 42 دولارا و78 سنتا للبرميل. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.